السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في موقع اسمه ديب اي اي. ده عبارة عن الناس تديله تكست ويبدأ يحوله لنا لصور، حاجة زي كده مثلا. قلت له أنا عايز لقطة كده المبنى معماري، تمام، خلينا نشوف هيعمل ايه. تقدر بقى تختار الستايل اللي انت عايزه، ولازم بقى تجرب لحد ما تلاقي أفضل ستايلات انت عايزها. خلينا نقول جنريت، ممكن نجرب ستايل تاني. عملنا بقى بالشكل دوت. طيب خلينا نجرب ستايل اخر، وليكن مثلا دوت. الستايل بيخلي الصوره تختلف تماما، ونقول له جنريت. تعال ندي له برومت. انا استخدمت نفس البرومت، جاب لنا حاجه بالشكل دوت. طيب ممكن نجرب، اعتقد ده هيكون احسن واحد لو ببلاش. طيب خلينا نجرب البرومت تاني ونقول له جنريت اهو. تقدر تعمل لها داونلود، وتقدر تعمل لها انهانس عشان تحسن الصوره لو انت عايز تحسن الصوره. طيب عجبتك قول له بقى داونلود، وتقدر تحمل الصوره عندك على الجهاز.